اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لمحت ايه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ايه جامده قوي بتريح تريحك لو انت مظلوم او لو انت حاسس بالظلم لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فسيكفيكهم الله قولها وانت مستريح فسيكفيكهم الله قولها وما تظلمش حد قولها وقول الحق وما تخافش فسيكفيكهم الله يا رب تكفينا شر اعدائنا وشر اصدقائنا اللي عاملين اصدقائنا وهم اعدائنا وشر اصحابنا اللي بيضحكوا في وشنا وهم عاملين أصحابنا وهم أعدائنا وكفينا شر جيراننا اللي عاملين بيحبونا وهم أعدائنا اكفينا شر طريق السوق وأهل السوق وصحبة السوق وجار السوق وصديق السوق وصاحب السوق يا رب احفظنا في كل الأوقات وفي كل اللحظات ويا رب تبلغنا ليلة القدر وما تحرمناش اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. يا رب تكونوا بخير ويا رب بيوتكم تكون عمرانه بالخير يرزقنا ويرزقكم راحه البال اللي هي اغلى من اي مال راحه البال اغلى من المال فيا رب يا كريم تديم علينا راحه البال وتبعد عننا شر سوء الحال والناس اللي هي بترغي في الفاضي وضعف الحال البرنامج بتاعنا يا جماعه من ساعه ما ظهر دايما بنحاول نكون صادقين. المشاهد عارف الكلام ده ويمكن احنا في كذا اتصال وفي كذا حوار سواء بنشوف الناس بره او بنقابلهم بيشوفونا بنشوفهم على الهوا مش متعودين نضحك على الناس ومش متعودين نقول حاجه غير الحقيقه. عندنا مصداقيه الحمد لله وعندنا الشعره اللي ما بين الحق والباطل الشعره دي ان انت تكون منصف وتكون عادل مع نفسك لو غلطت قول انا غلطان مش عيب قول انا غلط قلت معلومه غلط مش عيب ان انت تقول ان انت غلط العيب ان انت تتمادى في الغلط اتكلمت بفضل ربنا سبحانه وتعالى بدون ما اعرف الاشخاص في مواضيع كتير وبدون ما اذكر اشخاص الحمد لله رب العالمين هو ده الاعلام لان الاعلام ده رساله رساله هادفه رساله ان ما كنتش انت صادق وانت بتتكلم الكلام مش هيوصل للقلوب لازم تكون صادق مع نفسك الاول عشان المستمع او المشاهد يفهم انت صادق ولا كذاب؟ ما هو انت لما تكون صادق حقيقة ربنا هيوصل صدقك لقلوب الناس. أما انت لو كنت كذاب الناس مش هت مش هتستريح ومش هتصدق كلامك. الناس عندها قلوب وعقول. اقتحمنا ملفات كتير منها الملف ده اللي اتكلمنا عليه في كذا حلقة وقلنا يا جماعة احنا بنقتحم الملفات دي علشان الشارع ينضبط. مش لمصلحه مع حد ولا احنا ضد حد على حد احنا في برنامجنا في قناتنا وفي اعلامنا صادقين بنسعى لاثبات الحقيقه مش عايزين حاجه من حد ولا مستنيين شكر من حد اقتحمنا ملف السلفيز ويمكن حضراتكم اه كنتوا معايا في كذا حلقه في ناس لسه بتقول إن يعني الناس دي مظلومة أنا ما أعرفش إذا كانوا مظلومين ولا مش مظلومين أنا كلامي واضح في قضية منظورة في النيابة العامة وفي القضاء المصري إن في تشكيل عصابي وإن في ناس كانت بتدعي إن هي من السلافيز ومعهمش ضبطية قضائية وكذا 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 كل ده ما يعناش النهارده إحنا قدامكم الناس دي إقتحمت خصوصيتي على الصفحات بتاعتي وأنا مش جاي أتكلم عن نفسي أنا جاي أتكلم إن إن الناس دي في ناس اقتحمت خصوصيتي وصفحتي على الفيسبوك وعلى وعلى بعض الصفحات اللي في التواصل الاجتماعي وادعت إن احنا ما عندناش مصداقية، لا احنا عندنا مصداقية وبفضل ربنا سبحانه وتعالى توجهت بالأمس لمباحث الإنترنت في إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية في العباسية وتقابلت مع ناس ظباط شرفاء بشكرهم على الهوى خدوا الـ الـ البيانات بتاعت الاكونتات المضروبه اللي دخلوا بيو بيشيعوا ان احنا ما عندناش مصداقيه بخصوص هذا بخصوص هذا الامر اللي هو الناس اللي بتقتحم الخصوصيه على الانترنت يا جماعه انا عايز اوضح لحضراتكم جزئيه مهمه جدا كلنا دلوقتي معظمنا المتعلم فينا والغير متعلم عنده اكونت على الفيسبوك او على تويتر او على الانستجرام او على آه اليوتيوب ايا كان النهاردة في حاجة اسمها جرائم الانترنت ما تقلقش هذا المجتمع مجتمع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او غيره ده مجتمع منضبط هتقول لي ازاي هقولك واحد دخل وشتم حضرتك على صفحتك بيتجاب تروح تعمل محضر في في مباحث الانترنت وبالمناسبه من خلال تواصلي مع الضباط المحترمين في اداره البحث الجنائي بالانترنت بوزاره الداخليه قالوا لي ان في اداره دلوقتي يا جماعه ببشركم برضو بقى بقت الموضوع دلوقتي متاح لكل الناس تقدر مش لازم تروح العباسيه مش مش لازم تروح اداره الامن العام لمباحث الانترنت في, في, في العباسيه ممكن دلوقتي صدر قرار من السيد الوزير ومن مدير البحث الجنائي لمباحث الانترنت ان اي مديريه 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 سواء مديريه الجيزه مديريه امن القاهره اي مديريه امن على مستوى الجمهوريه بقى في وحده موجوده فيها تقدر حضرتك مشكورا تروح تبلغ على واحد شتمك على الانترنت واحد ابتزك على الانترنت واحد عايز يشهر بيك على الانترنت واحد خد منتجاتك واستغلها على الانترنت واحد شهر بيك واحد ابتزك واحد استغل صور عندك على آه بروفيلاتك او على آه الهاتف بتاعك سرقها واحد سرق حسابك واحد ابتزك واحد آه تع تعدى عليك وشهر بيك كل دي جرايم بيعاقب عليها القانون من ست شهور وغرامة خمسين ألف جنيه لغاية مائة ألف جنيه وخلي بالكم القضايا دي ما فيهاش براءات ما فيش براءة فيها عارف ما فيش براءة فيها ليه؟ لأن حضرتك دخلت بحساب سواء كان موبايل أو عن طريق أي بي معين في مكان معين تمام يا جماعة؟ ألو؟ ألو السلام عليكم معانا اتصال ألو؟ السلام عليكم أم محمد اتفضلي مع حضرتك انا بحاول اوصل لحضرتك بقى لي فتره اتشرف بحضرتك يعني معنا احنا هنا من منطقه ارض اللواء اهلا وسهلا بحضرتك يا محمد اهلا بحضرتك والله يا استاذي احنا مش عارفين نعيش في المنطقه طب وضحي يعني لو سمحت. احنا عندنا هي الفضل. دي مساله عامه حضرتك ولا مساله خاصه لا مساله عامه دي مساله بلطجه بلطجه احنا كنا بنتكلم في البلطجه قبل كده اتفضلي ما انا عشان شفت حضرتك والله وربنا يبارك لك يعني احنا عايزين مش... صوتنا يوصل لاي حد احنا مش عارفين نعيش في المنطقه طيب انا محتاج الاستاذ عطل. علي بس يعللنا الصوت شويه. اتفضل. اتفضلي. احنا يا يا, يا استاذ وائل احنا مش عارفين نعيش في المنطقه. ليه حضرتك؟ مجموعه م... م... بلطجيه عاملين اتاوه وفرده على كل الناس في السوق وفي البيوت ده في انهي منطقه؟ عشان يوصلوا للبيوت. انهي منطقه يا استاذ؟ ما... انهي منطقة, ما... استفطو. منطقة استفطو في ارض اللواء السفطاوي. منطقه السفطاوي في ارض اللواء تبع اسم العجوزه أي... ده؟ طبعا اسم العجوزه ايوه اتفضلي اه مع حضرتك ايه اللي حصل يعني اول امبارح من حوالي اربع خمس ايام حصلت جريمه قتل بسبب البلطجي ده واخوه بي بي بيفرض خرد على الناس ناس غلابه ونفس السوق الناس مش عارفه تعيش حضرتك طب يعني يعني بيفرضوا بلطجه ازاي بي بي يعني بيروحوا يطلقوا اتوات من الناس مثلا ايوه ايوه اتوات من الناس ليه أوه. ليه مش فاهم برضو هو لسه احنا في العصر ده ولا ايه ده اقسم لك بالله زي ما بكلمك كده، والله العظيم انا قدام عيني واحده بتاعت خضار خدوا منها شويه بطاطس كده، والست يا عيني عماله تعيط مش مش عارفه تاخده حد يقول لها هو كده. طب حضرتك ليه ما قدمتوش بلاغ في الـ في, الـ في الشرطه المصريه؟ ما عملتوش محضر ليه بالكلام ده؟ في محاضره عمل، في حضرتك محاضره عمل. طيب ما تلموا نفسيكم الناس المحترمه اللي مع حضرتك وتوجهوا لاسم العجوزه واحنا نساعدكم وندعمكم. طالما في ناس لسه موجوده على على الارض بتفرد اتاوى طب هم بيفردوا اتاوى استاذ يعني م... استاذه ام محمد اسماعيل بلت... هو الاتاوه دي ايه سببها؟ لحد دلوقتي ايه سببها حضرتك؟ يعني هم بيفردوا اتاوه ليه؟ مش فاهم كده بلطجي على الناس بيصرفوا على نفسهم وعلى عيالهم وعلى البلطجيه اللي معاهم طيب يعني ممكن نبقى نتواصل تديني الاسماء بعد بعد المكالمه اللي مع حضرتك دي؟ ما مح... آه. يا ريت ابوس ايدك بس يوصل لاي حد يعني إحنا مش عارفين يعني كل كل مدى ما الموضوع بيزيد. آه. معاكسة في الستات، معاكسة في البنات، بلطجة على التعاب... الناس اللي بتاكل عيش على المحلات على الفران. طب و... والناس علي... دي حتى علينا والناس حتى دي, دي... بتدل... والناس دي ليه حضرتك سايبينهم يعني مح... يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده أعتقد مش موجود يعني في الأرض أنا آسف لا. يعني سامحيني أنا بهاجمك بس عشان أوصل للحقيقة يعني. ده أنا ممكن أخلي ناس تكلم حضرتك تاني غيري كمان يعني و... و... ممكن أبعت لحضرتك فيديوهات كمان. يا ريت تبعتي فيديوهات بعتلي اه بعتيلي فيديوهات طب طب يعني بيستخدموا سلاح ولا ولا بشخصهم بس يعني قوتهم لا معاهم سلاح هم وما... يعني بس مش عايز اقول لحضرتك مسكين عيلين اول امبارح ضاربينهم ليه وكتفوا فضل دل... وكتفوا طول النهار عشان بس يقول له انت تعمل اللي انا اقول لك عليه تسمع كلامي عشان يشتغلوا معاهم طب الناس دي الناس دي ليها عيله مسمى ولا ولا ليهم مسمى يعني؟ مسمى هم هم كلهم عيله كده اسمها عيله ايه؟ ابو جاموس عيلة أبو جاموس؟ آه آه طيب إحنا بنبلغ بنعمل بلاغ رسمي للسيد وزير الداخلية وللسيد نائب العام طبعا أنا متشكر لمداخلة حضرتك وتواصل معايا بعتي لي فيديوهات ومتشكر لحضرتك يا أبو محمد على المداخلة الكريمة أو كنا بنتكلم قبل كده على البلطجة أهي ناس بتشتكي بتقول في بلطجة في الشارع في ناس بتبلطج على الناس في الشارع في ناس بتفرد اتوات طبعا ده كلام انا حاسس ان انا في في فيلم بتاع دون فريد شوقي ومحمود المليجي كلام يعني سبحان الله انا انا مستغرب ان احنا يعني دولتنا المحترمه اللي كلنا بنحترمها ورجال امننا المحترمين ان في ناس لسه بتفرد اتوات وبلطجه على الناس في الشارع والست بتقول ده في جريمه قتل انا بصراحه متعجب ومستغرب يمكن عشان ربنا يحفظنا ما قابلتش الاشكال اللي بهذه ال... ال... الوجوه الغير محترمه لكن متعجب ان في ناس لسه ناس بتفرد أتوات على ناس في شارع وناس و... 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 لسه بت... بتدعي البلطجه طبعا انا بتواصل مع حضراتكم ويمكن عنوان الحلقه النهارده ب... بمناسبه ال... 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 بمناسبه ال... ال... المسلسلات آه آه في واحد من الصعايده المحترمين وكل الصعايده محترمين طبعا عشان انا صعيدي وكل بلدنا محترمين قال لي جمله جميله قوي قال لي المسلسلات دي بتضحك على عقول الناس قلت له ازاي قال لي والله يا استاذ ان المسلسلات دي بتصور الصعيد بشكل غير الحقيقي قلت له ازاي حضرتك قال لي ما فيش حاجه اسمها في الصعيد ان اتنين رجاله يتخانقوا على واحده ست مفيش الكلام ده قلت له والله ده كلام جميل وكلام محترم وكلام فعلا حقيقي ما عندناش حاجة اسمها ست اتنين رجالة محترمين في الصعيد يتخانقوا على ست الكلام ده مش موجود قلت له فعلا الدراما هنا دراما غير حقيقية من ضمن برضو الحاجات قال لي ان ربما المسلسلات بتصور البلطجي انه الو مكلي. الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا مش اي حاجه والله الدوشه دي الو مين معايا ايوه مستشار وائل معايا ايوه مع حضرتك اتفضل استاذ استاذ شكل من اسيوط الو ايوه مستشار <applause> الأست... أنا المستشار الأستاذ شكل معايا؟ معاك يا أستاذ اتفضل حضرتك اتفضل والله يا استاذ يا استاذ المستشار احنا عايزين نتكلم على المسلسلات اللي هم عاملينها دي ومبوظين بها عادات وتقاليد الصعيد اتفضل حضرتك انت صعيدي الاول اه صعيدي من اسيوط مركز ابنوب بن محمد طب ده انت ده انت جميل اهو من من اسيوط اتفضل ربنا يبارك فيك يا استاذ في المستشار اتفضل حضرتك اتفضل وانا من خلال المنبر بتاعك ده وعارفينك مهتم بقضايا الصعيد عشان كده بنتصل بالبرنامج بتاع حضرتك اتفضل يا حبيبي اتفضل معاك احنا على عادات والتقاليد اللي هم بوظينها وفي الجرامة بتاعتهم اللي زي محمد سامي ده المخرج اللي محمد سامي بيعمل مسلسلات حلوه ده آه. اللي عمله بتاع محمد رمضان كان كويس آه. مع حضرتك اتفضل لكن اللي هو عمله السنه دي ده مبوظ عادات والتقاليد بتاعه الصعيد اه مفيش اثنين ولاد عم بعضهم شبكه كده يعني يموتوا بعضهم ويموتوا العائلات كلها عشان خاطر واحد اسمها مش عارف بالتعمم اسمها جليله ولا هي ودراما يعني بقى وفيها ويعف كتير و... واحنا لا عاداتنا ولا تقاليدنا بتسمح بالطريقه دي يعني. انت عشان راجل محترم مفيش العادات دي، لكن ربما تكون حدثت الوقائع دي يا استاذ شكل في الصعيد. طيب، نتواصل تاني مع الاستاذ شكل يا جماعه. طيب، الاستاذ شكل دخل. الو السلام عليكم وعليكم السلام. ما على الاستاذ الو 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 انت معايا على الهوا تفضل مين ازيك يا استاذ الله يكرمك يا حبيبي تفضل مين معانا معاك محمد ابو رابح من اهلا وسهلا استاذ محمد طب انت بقى وطي التلفزيون عشان اسمعك انا مش سامعك يا استاذ الله يكرمك تفضل استاذ رجاله محترمين يا استاذ وانت اكثر احتراما اتفضل الله يبارك فيك يعني المسلسلات احنا بنشوفها في التلفزيون على الصعيد الصعايده رجاله محترم الله يكرمك وكل بلدنا محترمه ان شاء الله اه كلنا محترمين ان شاء الله ان شاء الله اتفضل ايه تعليقك على المشاهد اللي هم بيجيبوها ان الصعايدة آه بيتخانقوا على واحده ست و... 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 وبلطجه اه وسلاح و... آه بالنسبه للبلطجه والسلاح اه, آه الكلام ده كلام هم الصعايده ما فيهمش الكلام ده الصعايده رجاله محترمين وعلى وعلى مستوى عالي من الـ من الاحترام وانا معاك وبايدك آه. اه ايوه اما حكايه البلطجه والسلاح والكلام اللي احنا بنشوفه في مسلسل ما حصلش يا استاذ هو يمكن بس الصعيدي حمى شويه بياخد حقه يعني الو طيب فصلنا فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد الصعيده ويمكن كلنا يعني تشاركوني الرأي الصعايده يختلفوا شويه في اطباعهم مش تميزا عن عن باقي محافظات مصر لا هم الصعايده فيهم العرق الحمقي شويه فيهم العصبيه شويه لكن هم مش 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 زي ما بيصورهم الفن المصري في المسلسلات يعني مثلا مصورين ان عساف ده كاره الدنيا كلها مثلا اللي هو الفنان احمد السقا والتاني بي بيتاجر في الافيون ومش عارف ايه وبلطجه وسلاح الكلام ده يا جماعه في الواقع مش موجود العكس الصعيد مخرج علماء عندك قراء من اعظم القراء في العالم الشيخ عباس عبد صمد صعيدي الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الازهر الشيخ والامام الطيب صعيدي. الصعيد مش زي ما هم بيصوروه في الدراما المصريه. تصويره غلط. هو راجل صاحب كيان، صاحب بيشقى وبيشتغل وبيكد على نفسه، بيبني نفسه بنفسه، بيعلم ولاده. السنه اللي فاتت اوائل الثانويه العامه، سواء الثانويه العامه او الثانويه العامه الازهريه من الصعيد. فازاي انت تصور الصعيد في مشاهدك انه هو كله سلاح وافيون و... و... وتجاره وتجاره غير مشروعه وتصوروا ان هم بيتخانقوا على 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 امراه او على واحده ست، الكلام ده يا جماعه ما فيش ست عندنا في الصعيد تخرج ب... بالطريقه اللي خرجت بها الممثله في في, في المسلسل ده، م... ما بتحطش ميك اب وتخرج في الشارع كده، ما فيش الكلام ده خالص. <applause> عندنا لغايه النهارده في الصعيد في بلدنا وفي اهالينا هناك لسه بيغطوا وشوشهم. وتمشي لابسه حاجه كده زي الخيمه السوداء وتعدي و و وتبعد كده يعني عندها احترام شديد لغايه النهارده في صعيد مصر وفي وف وف اهالينا في قرى وصعيد مصر لغايه النهارده ما فيش واحده ست كشفة وشها الو 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 اتفضل مع المستشار اهلا وسهلا يا فندم اهلا بك يا باشا تفضل حضرتك الله يحضرتك حضرتك على البرنامج المحترم الله يكرمك يا حبيبي وبرنامج متشاب استاذ استاذ مين معانا معلش استاذ مين محيي المهدي استاذ محيي اهلا وسهلا ازي حضرتك استاذ محيي الحمد لله يا باشا يا فندم مع حضرتك تفضل لو في شكوى عامه انا مع حضرتك انا يا باشا بتكلم عن ضرايب البراجيل زرايب أه. البراجيل اه اه, آه. طب البراجيل دي مش فهمني الموضوع عشان مش فاهمه والله هي دي ضرايب بتتم زباله من القاهره الكبرى الموضوع عندنا ان هي دلوقتي داخل الكتله السكانيه بتسبب امراض للناس وفي حرايق للقمامه زباله الموضوع يعني صعب جدا اه يعني قصدك عاملين عاملين زرايب آه بتاع دواء آه آه فضلات وقمامه وكده يعني وتربيه حيوانات طب يعني قصدك تقول ان هم بيربوا الحيوانات على القمامه دي مش فاهم فهمني وضح لي احنا عندنا يا فندم في البرازيل ضرايب البرازيل دي حاجه مشهوره جدا اخذنا ليها قرارات ازاله اه من 2008 واخذنا قرارات ازاله في 2020 مارس 2020 تمام أه القرار ولا ده اتنفذ ولا ده اتنفذ هي داخل الكتله السكانيه للبلد طب وليه وليه ما, ما عملتوش شكوى رسميه في في الجهات الرسميه؟ عملنا شكوى رسمية لحد رئاسة الوزراء مرورا بمحافظة الجيزة بمركز اوسيم مدينة اوسيم عندنا طب لمصلحة مين تفضل القمامة دي والحاجات المقززة دي عاوز افهم والله السؤال اللي احنا بنطرحه يعني احنا طب هي أراضي خاصة يا بي... أستاذ أراضي خاصة يا أستاذ مهدي؟ لا يا باشا دي أراضي عامة دي في حاجة عامة للبلد كلها فيها يعني في في قوانين, قوانين البيئه تمنع هذه الامور يعني واضحه جدا وخصوصا ان احنا في ظل وباء منتشر عالمي آه ربنا يحفظنا يا رب يعني ربط عايز تقول حضرتك ربط انا ربط من خلال مكالمتك كده انا انا فهمت ان في قمامه وفي فضلات وبتربى عليها حيوانات حيوانات ايوه يا موجوده ايه الكلام طب ممكن حضرتك آه. مشكورا تبقى تتواصل معايا وتبعت لي فيديوهات تمام حاضر طالما الامور عامه كده ومتاحه ونوجه الرساله للسيد وزير البيئه والسيد وزير الداخليه لو في قرارات بالازاله حرصا على مصلحه المواطنين وعلى صحتهم النهارده الرئيس ورئيس المجلس الوزراء مشكورين وانت حضرتك معايا كده يا استاذ مهدي النهارده في قرارات طلعت النهارده علشان الوباء ما ينتشرش علشان الحالات الكورونا زادت علشان الناس بقت عندها نوع من انواع آه عدم اللامبالاه مش فاهمين ان ده وباء عالمي وان الامور والحالات بتزيد وبقى عندنا عدم انضباط. لا القضايا الخاصه انا انا ما باخدش قضايا خاصه. الاعداد ما يدخليش آه قضايا خاصه، انا عايز قضايا عامه. نحن لا ندعي الخصوصيه، احنا مع الناس في كل حته باذن ربنا سبحانه وتعالى. القضايا العامه تحت امركم و و ونعلنها ونشرها لان دي القضايا بتخص دولتنا الكريمه يمكن النهارده السيد رئيس مجلس الوزراء ربنا يديهم الصحه ويبارك فيهم يا رب صدر قرار باغلاق المحال التجاريه والكافيهات والاهاوي ومناطق الترفيه وغيرها من الساعه التاسعه مساء من غدا ليه علشان عدم الازدحام وعدم انتشار الاوبئه والامراض التي بدات في الزياده يبقى ناخد بالنا الحكومه ما بتعملش الكلام ده هباء او الو اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام استاذ صبري معاك صابر من جنيه صابر استاذ صبري أه... صابر انا وسهلا استاذ صابر اتفضل حضرتك معاك والله نعم. يا انا من مركز دشنا حضرتك نعم انا من مركز دشنا حضرتك يا فندم من دشنا اهلا وسهلا حضرتك الله يخليك يا فندم دشنا مع حضرتك اتفضل والله هو احسن مشكله في البنحه الخوده يا فندم بس لو مش... لو مشكله لو مشكله خاصه الاعداد دي مشكله خاصه ولا عامه؟ حضرتك يعني طب اتفضل بقى لو فيها شخصيه ما مش هينفع انا عاوز حاجه عامه نخدم بيها بلدنا هي من ناحيه الفوضى وال الف... طب انت كلمني الصوت عندك بيقطع ليه؟ وطي تلفزيون يا استاذ صابر عشان اسمعك سامعك يا فندم كويس اتفضل حضرتك معاك ماشي يا فندم ايه اين الفوضى اللي حضرتك بتتحدث عنها؟ والله هو يا فندم احنا سعيد طيب يعني مشاكله كثيره ومن ناحيه ومن ناحيه احزان المشاكل العائليه في ناس في ناس يعني على طار وكذا ومحكومه آه. لا حكم 25 وكذا تفضل مع حضرتك يعني ما حدش سال عنها ما محدش يكلمها خالص يعني طيب انا انا هفاجئ حضرتك وانت معايا على الهواء بالفعل انا اقتحمت هذا الملف في الحلقة اللي قبل اللي فاتت وكان معايا اللواء عصام العمدة النائب بالبرلمان المصري عن صعيد مصر طيب وهو عمل مبادرة وانا بشكره على الهواء وبشكر اهالينا في الصعيد عمل مبادره بان لا يكون صعيد مصر فيه دماء لا لدماء في صعيد مصر لا للطار لازم يبقى فيه حلول اخرى حفاظا على مجتمعنا وحفاظا على ناسنا وحفاظا على اهالينا انا بشكرك يا استاذ صابر هذا الملف قد اقتحمناه الحمد لله رب العالمين ويمكن احنا البرنامج الوحيد في جمهوريه مصر العربيه اللي اقتحمنا هذا الملف وهنكمل فيه وانا بقول لكم هنكمل فيه لان في مبادرات حدثت وفي مصالحات حدثت على ارض الواقع وفي مصالحات تمت على ايد اللي هو عصام العمده النائب بالبرلمان في صعيد مصر عن محافظه اسيوط آه الملف ده سوف يتم مناقشته وسوف يتم اقتحامه اكثر من ذلك وهننزل الصعيد ونصور ونحاول نصلح الناس ونحاول نقرب وجهات النظر ونحاول نحافظ على اهالينا ومنعا للعصبيه ومنعا للقتال ومنعا لاي دماء في مصر كلنا دم واحد مصر كلها دم واحد من من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها مصر دم واحد لازم نمنع كلمه الدم لازم نوقف الدماء لازم العصبية تقف اللي ليه حق هياخده سواء بدية أو بأموال أو بتقديم كفن أو بغيرها المهم إن يبقى في عائلات مستقرة نخاف على أولادنا اللي طالعين نخاف على شبابنا اللي طالعين نخاف على أهالينا نمنع العصبية والملف ده اقتحمناه قبل كده والحمد لله مكملين فيه وإن شاء الله نحقق فيه نجاحات بإذن الله سبحانه وتعالى إذا إحنا عندنا موضوع البلطجة لسه الحجم محمد بيتكلمنا من أرض اللواء بتقول لي في مشاهد بلطجه، في ناس بتفرد فرده و.. وسيطره و.. و.. وبلطجه، القانون النهارده ما بيرحمش. قانون البلطجه، قانون الطوارئ البلطجه ما بيرحمش. خلاص؟ يبقى ناخد بالنا من الامور دي. النهارده قانون الطوارئ ساري ومستمر. ليه؟ منعا للبلطجه. منعا لفرد السيطره. منعا لترويع الامنين. ازاي ناس لسه موجودة على الارض بتروع الامن ازاي لسه ناس موجودة على الارض بتفرد فردة على الناس انا مش متخيل ومش ومش مش مش جاي في دماغي ان في ناس النهاردة بيفرضوا سيطرة على الناس مش ممكن لو ده حق لو ده حادث على الارض لازم ننتبه لازم حكومتنا تنتبه لازم شرطتنا تنتبه الناس دي تتاخد ويتعمل لها انضباط وقضايا رسمية بما يرضي الله طالما بيفرضوا بلطجة وسيطرة وأنا قلت لها لو في فيديوهات تبعتها لي ليه؟ حتى نوصل أو نوصل المواضيع للجهات الرسمية المسؤولة، إحنا بلدنا الحمد لله النهاردة بتتقدم، النهاردة باقتصادنا بي بي بيزداد، النهاردة في تقدم، في ازدهار، في أمن، لما أسمع كلمة زي دي وأرض هو دي على فكرة منطقة مش بعيدة، دي قريبة جدا من المهندسين وقريبه جدا من محافظه الجيزه، وقريبه جدا من العمران، ازاي فيها الكلام ده؟ دي من الصحراء، ارض اللواء دي حسب معلوماتي ان هي من الصحراء، ولا هي مثلا منطقه موبوءه ولا مقطوعه ولا منطقه، الكلام ده من مش صحيح يا جماعه. الموضوع الثاني موضوع صعيد مصر. الصعيد خرج خرج رجاله، خلي بالك من الحته دي، الصعيد خرج رجاله على مدار تاريخه. الصعيد هو اللي حمى مصر من الحملة الفرنسية الصعيد هو اللي قهر كثير من أعداء, رب من أعداء مصر وقعهم الجند الصعيدي يا جماعة موضوع ارميه في الصحراء كده بطل واقف بيحمي الحدود وغيره طبعا من الرجال المصريين بس الصعيدي ناشف شوية الصعيدي دايما عنده النخوة زيادة شوية الصعيدي دايما عنده القوة شوية الصعيدي دايما عنده المروءة شوية مش زي ما بيصوروه في في المشاهد التلفزيونية والمسلسلات اتفضل يا أستاذ عمرو معنا ألو أستاذ علي اتفضل أهلا وسهلا أستاذ علي ربنا بارك فيك ويجازيك خير وفعلا كلمة حق وتفتح مواضيع شاهكة حبيبي ومواضيع يعني لازم يكون راجل اللي يتكلم فيها فالله يبارك لك حبيبي اتفضل مبدئيا صعيد مصر معلش انا هكمل اللي انت بتقوله اتفضل حضرتك صعيد مصر يعني الناس السد العالي، الحرب، الرجوله، الادب، الشغل، الاخلاق كنت اود بان تكون مصر كلها صعيد مصر انا اؤيدك تمام بالنسبه للفن ما يزعلش الصعيد ليه بقى؟ أوه. لأن الفن زي السوق. أنت تدخل السوق عشان تشتري بتلاقي في حاجات جودتها رقم واحد، حاجات جودتها صفر. هو الإعلام كده، الإعلام أو التمثيل بيعمل مشهد اتنين تلاتة، ده مش قياس ولكن للأسف ودي بقى عايزك تتكلم فيها يا باشمهندس، إن الرقابه لابد انها تشوف الفيلم او المسلسل اللي هيتعرض، هل ده؟ للاسف احنا احنا كشعب بقينا بنسمع النهارده اللي ما يرضيش ربنا، الحاجات اللي هي اللي هي تهين اللي هي تبقى مع عاده راجل البيت في البيت مكسوف انه بيشوف مشهد زي كده. ولكن هو سوق بينعرض فيه الحلو وبيتعرض فيه الوحش. تمام. ده مش مقياس صح ولا غلط؟ انا انا مع حضرتك يا استاذنا اه ده مش مقياس ان ان ده يبين صعيد مصر او بحيره مصر او اسكندريه مصر او مطروح مصر لا البلاد دي كلها قسما بالله مصر بخير الحمد لله باهلها الناس الكبيره الحمد وبقيادتها لله وبقيادتها وبجيشها والناس اللي زي حضرتك الله الناس اللي والله الناس اللي زي حضرتك الناس المحترمه الناس اللي بتحب فعلا ربنا الحمد لله متشكر و... يا استاذ علي وحضرتك كنت معانا على الهوا مصر حلوة مصر جميلة مصر طيبة مصر محفوظة مصر مستورة مصر منصورة وما فيش نقطة مية هتضيع من مصر ما فيش نقطة مية هتضيع من مصر علشان الناس قلقانة علشان الناس بتشكك في ملف سد النهضه ابشركم صدقوني عندنا قياده حكيمه كلامي مش كلام تطبيل ده كلام الناس العاقلين الناس اللي على راس السلطه مشكورين شغالين في الملف ده بكل ما يملكون وكل ما اوتي من قوه مصر مش ضعيفه مصر مش قليله مصر في موقع استراتيجي وبتتحكم في اقتصاد العالم خلي بالكم الكلام ده مصر مش قليله مصر موقعها استراتيجي مفيش حد هيقدر يمنع عننا ميه او نقطه ميه ده مش كلام آه عشان كده يعني بنقوله على المسرح ولا لا لا خالص ده كلام الحقيقه الكلام اللي الناس مش عايزه تفهمه والدليل على ذلك النهارده امريكا بعتت لنا مندوب في بلدنا بيحاول يتشاور مع القياده في ملف سد الخراب على دماغهم ملف سد النهضه بالنسبه لهم مش بالنسبه لنا. النهارده المبعوث الامريكي لما جه وبيتكلم مع القياده المصريه كان الرد من القياده بقياده الرئيس المحترم المبجل عبد الفتاح السيسي قضيه الميه قضيه وجود مش هنتنازل عن قطره مياه واحده خلاص طيب المساله بقى رايحه وجايه هنضرب مش هنضرب السد آه هيتضرب مش هيتضرب ده مش موضوعنا ليه لان احنا لا نملك القرار نفسنا يوقف او ممكن يوقف النهارده خلي بالكم على الصعيد الدولي الماده 51 من القانون الدولي تدينا الحق في ان احنا نسيطر على سد النهضه لما ترجعوا للماده 51 واستخدامها من خلال مجلس الامن النهارده نقدر نحمي ميتنا هتقولوا لي اصل في ناس بقى برضو عشان الناس اللي هي ايه اللي بتقعد يقول الكلام الفكسان الكلام اللي هو ايه يضايقك الكلام اللي ملوش معنى يقول لك اصل إيه؟ الريس مضى على الاتفاقيه ليه؟ لما ترجع للاتفاقيه هتفهم الاتفاقيه الرئيس ما مضاش على ميه الرئيس مضى بـ بـ بحق اثيوبيا في توليد الكهرباء مش حقها في ان هي تاخد حصه من حصتنا الاتفاقيه اللي مضاها السيد الرئيس مع اثيوبيا يا جماعه افهموا الكلام مضى اتفاقيه بيقول ان من حق اثيوبيا ان هي تولد كهربا ما قالش حقها تاخد ميتنا ولا حصه من ميتنا ولا تتحكم في مياهنا الحق في المياه تاريخي عندنا اكتر من 11 اتفاقيه دوليه بتدي الحق لمصر كدوله مصب للمياه ان حقها في المياه محفوظ مش هتيجي اسيوبيا النهارده تدعي انه ليس لنا حق فيها ده حق تاريخي مصر هبه النيل وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الميه والانهار في مصر مش ممكن يقطع الميه عن مصر هذه الانهار تجري من تحتي الانهار موجوده مصر بتعوم على انهار النهارده حضرتك لو ضربت اي بير في اي حته في جمهوريه مصر العربيه هيطلع معاك ميه صالحه للاستخدام اه يمكن تكون المصاريف كتيره لحفر الابار بس احنا مش هنوصل للمرحله دي لا انا عايز اقول لحضرتك ان مصر استراتيجيا وجغرافيا مصر تعوم على انهار عمرنا ما هنعطش وعمرنا ما هنتذلل مصر قويه باهلها وناسها وجيشها وشرطتها وقيادتها ورئيسها كلام من الآخر فاحنا عاوزين نشيل القلق شويه ونسيب أهل الثقه وأهل القياده إن هم يدبروا الأمر كيفما شاءوا وأنا بأعلن من خلال البرنامج بتاعي ثقتي الكليه في القياده المصريه في هذه المسأله أنا بفوض السيد الرئيس والحكومه المصريه وأهل القياده وأهل الخبره والجيش المصري في حل هذه الأزمه ان شاء الله باذن الله محلوله وان شاء الله ربنا هيحفظنا ومنصورين زي ما ستنا السيده زينب قالت نصركم الله كما نصرتمونا احنا نصرنا آل البيت وقفنا في ظهرهم واستقبلناهم في بلدنا آل بيت رسول الله نصركم الله كما نصرتمونا اواكم الله كما اويتمونا ايدكم الله كما ايدتمونا اوعى تشك لحظه ان بلدك مش محفوظه ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ده مش كلامي ده كلام رب العالمين فلما تيجي ترجع وتركز في الايات تفهم ان بلدك محفوظه بلدك منصوره هيقول لي ده بيتكلم كلامه خلاص يا عم على المسرح لا احنا مش بتوع مسرح إحنا بتوع حقايق إحنا بتوع واقع بلدنا محفوظة أه عندنا شوية مشاكل هتعدي عندنا شوية أمور كله بيعدي يا ما عدت على مصر يعني مواويل واتسترت وعدت وانتصرنا إحنا الدولة الوحيدة اللي علمت على دولة تدعي أنها إسرائيل وهي فلسطين في الأصل إحنا الدولة الوحيدة اللي خدت حقها ورجعت ارضها لينا ثبات، جيشنا جيش قوي، الجندي بتاعنا جندي مؤمن ما عندوش غير عقيدتين، اما النصر او الشهاده، دي العقيده الثابته للجندي المصري، النصر او الشهاده، الجندي المصري يا جماعه مش كلام بنقوله كده عشان نخوف بيه الناس، لا دي الحقيقه الجندي المصري الجندي مؤمن جندي يعلم عقيدته كويس جدا فاهم لما بيقول الله اكبر هو الله اكبر بيسعى الى النصر بيسعى الى النصر عارف ان هو لما يموت هيموت شهيد فما عندوش حاجه يخاف منها ما تقلقش اي حاجه تانيه تخاف منها لكن جنودنا جنود محترمين ثابتين بلدنا منصوره مؤيده من فوق سبع سماوات ويا رب ما تحرمنا من إدراك ليلة القدر في هذه الأيام اللهم إنك عفو إن تحب العفو فاعف عنا يا رب اللهم إنك عفو إن تحب العفو فاعف عنا يا رب أشوف بلدي جميلة أشوفها محفوظة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قلها وانت مطمئن وخش في النار وهتلاقي ربك بيسلم اللي معاه ربنا ما يخافش اللي معاه ربنا يمشي على الميه اللي معاه ربنا منصور بس بشرط ما تظلمش ما تجيش على حق حد ما تاكلش حق حد ما تاكلش ورث ما تاكلش حق يتيم ما تاكلش حق مسكين ما تاكلش حق ارمله اوعى تاكل مال ضعيف مش هتنصر هي المعادله معروفه عايز ربنا ينصرك ما تجيش على الضعفاء ليه سيدنا النبي قال لك انما تنصرون بضعفائكم الضعيف ده موطن النصر تعال على الضعيف وطبطب تعال على المسكين وطبطب تعال على الارمله وشوفها محتاجه ايه روح المستشفيات شوف المرضى اعرف ان انت في صحه اعرف ان انت في صحه ربنا كرمك بصحه وعافيه روح شوف المرضى محتاجين ايه اقف مع ناسك عشان ربنا يقف معاك ما هو انت ربنا مش هينصرك لو ما نصرتش المظلوم ربنا مش هيايدك لو ما وقفتش مع الضعيف اوعى تستقوى في يوم من الايام لان الايام دول هتستقوى النهارده بكره هتلاقي نفسك ضعيف مش هتلاقي اللي يقف معاك فخلي امورك كلها بالله خلي امورك كلها بربنا ربنا هيحفظنا وينصرنا لما ننصر الضعفاء ونقف مع المرضى والمساكين والارامل اي مشكله عامه انا معاكم باذن الله سبحانه وتعالى اعرضها بما يرضي الله لسنا لمصلحه احد احنا ما بنذكرش اسماء في برنامجنا احنا ما حدش بيدينا حاجه عشان نقول كلام لحد لصالح حد احنا مع مصر بلدنا مع دولتنا مع جيشنا، مع شرطتنا. احنا عايزين الأمن والأمان، عايزين الخير والرخاء، عايزين بلدنا تبقى عظيمة، عايزين ولادنا يفرحوا، عايزين بلدنا تبقى كويسة، خدوا بالكم من نفسيكم وبلاش شغل اللا مبالاة والزحام الحالات بتزيد والقرارات النهارده صارمة وبفضل ربنا بنشكر حكومتنا وبنشكر دولتنا إن هم هيقيموا صلاة العيد في موعدها بالإجراءات الاحترازية اللي رايح يصلي العيد إن شاء الله ربنا يحيينا ويحيكم ويديكم الصحة وكل عام وحضراتكم بخير اللي هيروح يصلي العيد يلبس الكمامة اللي هيروح يصلي العيد يعمل إيه؟ يلبس الكمامة ويفرح وما يعملش زحمة ليه؟ عشان الأمور تعدي بستر عشان بلدنا تعدي المرحلة احنا في أخطر وقت للكورونا في العالم الوقت اللي احنا فيه ده اسمها الموجة الثالثة أخطر موجة وأخطر وقت لانتشار وباء الكورونا في العالم اللي احنا فيه دلوقتي لازم نعدي إن شاء الله هنعدي بستر ربنا وبكرمه وبوقفنا مع المرضى واللي معاه اللي معهوش والقوي يقف مع الضعيف مش اسمع ان في بلطجه ما ينفعش ازاي الواحد يبقى يبقى من جواه راضي كده ان في لسه في ناس متبلطج على الناس وناس لسه بتقف تعمل فردة على الناس مفيش الكلام ده حاجه تزعل انا بطالب كل مسؤول يقف مع المواطن الضعيف ويدي له حقه ويا رب تحفظ بلدنا وتكرمنا في اهلنا وتكرمنا في شبابنا وتفتح لنا ابواب الرزق وتحمي بلدنا وتحفظ بلدنا يا رب اشوفكم على خير برنامج ضد الفوضى مع المستشار وائل ابو شوشه يا رب اشوفكم بكل سعاده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته